بسم الله يا ابو الابن الروح القدس من واحد امين. اليوم الجلسه المعاقده للقضيه رافعها للدكاترة الكنيسه القبطيه وأكيد الكليه مسجل الكليه بتهم التلاعب في الرقابي من مسجل الكليه والمسؤوليه بالتبعيه لقيادات الكنيسه قيادات الكنيسه تحديدا لانهم ما صلحوش الايرادات دي، وخاصه حدث هذا بعد دفعنا الراهبين والضغط عليا وعلى اسرتي وعلى كذا حد من معايا. والنهارده جلسه بخصوص بطرف الكنيسه القبطيه وكيل الكليه بيتنصلوا عن طريق محامي موكل عنهم من صفاتهم بصفه عميد الكليه، ولمبا ميخائيل بصفته وكيل الكليه ما يتنصل من الصفه دي. نشوف اخر نهايه القضيه دي ايه قريب.